بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. شرح كتاب زاد المستقنع في اختصار المقنع. لقاء مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 141. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذه الحلقة الجديدة من شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. في مطلع هذه الحلقة نرحب بفضيلة الشيخ، فحياكم الله شيخ صالح. حياكم الله وبارك فيكم. كنا مع المؤلف رحمه الله في كتاب النكاح وفي باب الشروط والعيوب في النكاح، ووقفنا عند قوله فصل وإن شرط ألا مهر لها إلى آخر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه أجمعين. نعم، هذا هو النوع الثاني من الشروط الفاسدة في النكاح، وهو فاسد لا يفسد العقد، يفسد في نفسه ويبطل في نفسه لكنه لا يبطل العقد. نعم. قال وإن شرط ألا مهر لها. إن شرط ألا مهر لها فهذا شرط باطل لكنه لا يبطل العقد، فيفرض لها مهر مثلها. نعم. أو لا نفقة. أو شرط ألا نفقة لها، لأن هذا شرط ينافي مقتضى العقد، لأن مقتضى العقد وجوب المهر لها ووجوب النفقة لها، فإذا شرط ما ينافي العقد فهذا شرط فاسد لكنه لا يفسد العقد، فتبقى لها النفقة عليه. نعم. أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر. أو شرط ألا يقسم لها، أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أكثر من ضرتها، فهذا شرط فاسد لأنه ينافي مقتضى العقد وينافي مقتضى العدل بين الزوجات، والله جل وعلا يقول فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة. فإذا شرط ألا يقسم لها أو أن يقسم لها أقل من ضرتها أو أن يقسم لها أكثر من ضرتها، فهذا ينافي العدالة الزوجية التي شرطها الله في التعدد، فهو شرط فاسد والحقوق باقية بحالها لا تلتغي بإلغائها. نعم. أو شرط فيه خيارا. أو شرط في النكاح خيارا، قال قبلت هذا النكاح ولي الخيار، إن شئت أمضيته وإن شئت فسخته، فهذا أيضا شرط فاسد، والنكاح صحيح لأن النكاح ليس فيه خيار، وهذا يخالف مقتضى العقد، لأن مقتضى عقد النكاح عدم الخيار فيه. نعم. أو إن جاء بالمهر في وقت كذا وإلا فلا نكاح بينهما. وكذلك إذا قال تزوجتها أو زوجتك إياها بشرط أن تأتي بالمهر في غد أو بعد غد أو في شهر كذا، فهذا شرط باطل ولكنه لا يبطل النكاح، شرط فاسد لكنه لا يفسد النكاح، ففي أي وقت جاء بالمهر فقد حصل المطلوب بدون تحديد. نعم. قال بطل الشرط وصح النكاح. في جميع هذه الصور يبطل الشرط لمخالفته مقتضى العقد ويبقى النكاح صحيحا، وهذا الشرط وجوده كعدمه. نعم. فإن قبلت هي. ولو قبلت هي، لأن هذا شرط يخالف مقتضى العقد. نعم. يعني لو أن أحدا تزوج امرأة وليس لها مهر ما يجوز هذا، أليس حقا لها فيسقط بشكل؟ هذه المفوضة يأتي ويفرض لها مهر مثلها، لا يجوز أن يخلو العقد من المهر. نعم. بسم الله عليك. قال وإن شرطها مسلمة فبانت كتابية. نعم، كذلك إذا شرطها مسلمة فبانت كتابية، ولا شك أن المسلم له أن يتزوج
الكتابية، لكن هو شرط أن تكون مسلمة لأن المسلمة أولى من وأحسن من الكتابية، فإذا شرطها مسلمة الديانة فبانت كتابية الديانة فله الخيار حينئذ لفوات شرطه، وهو شرط صحيح. نعم. أو شرطها بكرا. نعم. أو جميلة. شرطها بكرا وبانت ثيبا، له الخيار في ذلك لتخلف الشرط الذي اشترطه وله فيه قصد صحيح. نعم. أو جميلة. أو شرطها جميلة فوجدها دميمة فله أيضا الخيار، لأن اشتراط الجمال له غرض صحيح. نعم. أو نسيبة. أو نسيبة يعني ذات نسب، ذات نسب من بني فلان أو من بني فلان، فبانت أنها أقل نسب مما شرط فله ذلك، لأن هذا أيضا له هدف صحيح وهو إنجاب الأولاد والذرية والاحتفاظ بالنسب. نعم. أو نفي عيب لا ينفسخ به النكاح. أو نفى عيبا من العيوب لا ينفسخ به النكاح فوجدها بخلافه، وجد فيها ذلك العيب، فإن له ما شرط وله الخيار حينئذ. نعم. قال فبانت بخلافه فله الفسخ. نعم، في جميع هذه الصور، لأن اشتراط هذه الأمور له هدف صحيح وتوفره فيه منفعة للزوج، فإذا وجدها بخلافه فاتت عليه هذه المنفعة وهذا المقصد فله الخيار. نعم. قال وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها. نعم، إذا تزوج الحر أمة كما سبق بشروطه. نعم. سبق أن الحر له أن يتزوج أمة مملوكة بشرطين، الشرط الأول أن يكون يخاف على نفسه من العنت وهو غلبة الشهوة والوقوع في الفساد، والشرط الثاني أن يكون عاجزا عن مهر الحرة أو ثمن الأمة، فإذا توفر الشرطان جاز له أن يتزوج أمة. فلو عتقت هذه الأمة فإنها لا خيار لها، لأنها ساوت الزوج وليس بينهما تفاوت، لا يفوت عليها غرض. نعم. قال وإن عتقت تحت حر فلا خيار لها بل تحت عبد. بل إذا عتقت تحت عبد، لو تزوجت مملوكة مملوكا. نعم. كل منهما مملوك، ثم عتقت وهي وحدها ولم يعتق زوجها، فإن لها الخيار بين البقاء معه وبين الفسخ، لما عليها من الضرر في البقاء معه. ولقصة بريرة رضي الله عنها لما اعتقها أسيادها وهي تحت عبد يعني مملوك يقال له مغيث رضي الله عنه، فأرادت أن تفسخ، فجاء زوجها إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه بقاءها، فعرض عليها صلى الله عليه وسلم أن تبقى معه، فقالت رضي الله عنها هل أنت شافع أو هذا أمر منك؟ فقال صلى الله عليه وسلم بل أنا شافع. قالت لا أريده، قالت لا أريده، ففسخها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، إزالة الضرر عنها. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله فصل ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به. هذه العيوب، هذا الفصل في انتهى الآن من الشروط في النكاح وانتقل إلى العيوب في النكاح. العيوب على ثلاثة أقسام: قسم خاص بالزوج، وقسم خاص بالزوجة، وقسم مشترك بينهما. نعم. قال ومن فالقسم الخاص بالزوج هو ما ذكره هنا، إذا وجدت زوجها مجبوبا أي مقطوع الذكر أو مقطوع غالب الذكر بحيث لا يستطيع الجماع فلها الخيار، لها الخيار في الفسخ إزالة للضرر عنها. نعم.
قال: ومن وجدت زوجها مجبوبا أو بقي له ما لا يطأ به فلها الفسخ. نعم، لأن من أعظم أهداف الزواج الاستمتاع، قضاء الوطر، فالزوج الذي لم يبقى معه ما يجامع به يفوت على المرأة هذا الغرض الصحيح، ويكون عليها ضرر من البقاء معه، فيرجع الأمر لها. إن اختارت البقاء والصبر على هذا النقص فلها ذلك، وإن أرادت الفسخ فلها ذلك إزالة للضرر عنها. نعم. وإن ثبتت عنته بإقراره. كذلك من العيوب الخاصة بالأزواج العنة، وهي أن لا يكون فيه شهوة، لا يكون في الزوج ذكره باقي وآلته باقية لكن ليس فيه شهوة الرجال، هذا هو العنين. لكن هذا لابد من إثباته، إذا ادعت عليه العنة فلا بد من إثبات ذلك، إما بإقراره وإما بنعم أو ببينة على إقراره، أو ببينة على إقراره، إذا أقر أنه عنين فلها الفسخ، أو أنكر هو ولكن أقامت عليه بينة أنه قد اعترف بأنه عنين فلها الفسخ. نعم. أجل سنة منذ تحاكمه. نعم، لها الفسخ، لكن لا تفسخ في الحال، لا تعطى ملكية الفسخ في الحال، بل يؤجل سنة. إذا ثبت أنه عنين فإنه يؤجل سنة 12 شهر لتمر عليه الفصول، فصول السنة، لأن حال الإنسان يتغير مع الفصول، وقد يأتي فصل تشتد فيه الشهوة، فربما يكون أنه فتر في فصل ولكن تعود إليه شهوته في الفصل الآخر من السنة، فينتظر سنة كاملة، فإن استمر على عنته مضت عليه سنة فهذا ثبت أنه عنين، فتعطى حينئذ حرية البقاء أو الفسخ. نعم. فإن وطئ فيها وإلا فلها الفسخ. إذا وطئ خلال السنة زالت عنته ولا خيار لها، وإن لم يطأ في كل السنة فإنه قد ثبتت عنته. نعم. وإن اعترفت أنه وطئها فليس بعنين. إن اعترفت أنه وطئها ولو مرة أو ليس بعنين، ولا تسمع دعواها أنه عنين، لأنها اعترفت بما يضاد دعواها وبما يكذب دعواها. نعم. ولو قالت في وقت رضيت به عنينا سقط خيارها أبدا. نعم، هذا ما يسقط الخيار، خيار المرأة مع العنين يسقط خيارها بأمرين. الأمر الأول إذا اعترفت أنه وطئها ولو مرة. الأمر الثاني إذا رضيت به عنينا سقط خيارها. نعم. قال رحمه الله: فصل. والرتق انتهى من عيوب الزوج، العيوب الخاصة بالزوج، وهي الجب، أن يكون مجبوبا، ثانيا أن يكون خصيا، ثالثا أن يكون عنينا، هذه عيوب خاصة بالزوج. نعم. قال: والرتق والقرن والعفل والفتق والعفل. هذه العيوب الخاصة بالمرأة. والقرن بالتحريك. أي نعم. والعفل هذه العيوب الخاصة بالمرأة، وهي أولا الرتق وهو الالتصاق الشفرين من المرأة. نعم. والقرن هو انسداد يكون في فرج المرأة، انسداد يكون في فرج المرأة. نعم. والعفل هو ورم يكون في الفرج، أيضا يضيق المسلك، هو ليس لحما نابتا فيه وإنما هو ورم يتورم بحيث أنه لا يتمكن الزوج من الوطأ. نعم. والفتق هو أن ينفتق ما بين المخرجين، ما بين القبل والدبر، يكون ما بينهما منخرقا، هذا فيه عيب في المرأة، ينفر
الزوج منها. نعم. واستطلاق بول ونجو هذا مشترك بينهما، استطلاق البول يعني لا يمسك البول، دائما يتبول به سلس سواء كان منه أو منها، فالسليم له الخيار، السليم منهما له الخيار. نعم. وكذلك النجو وهو الغائط لا يستمسك غائطه، وهذا أشد لما فيه من الأذى، من الأذى، فيثبت الخيار للسليم، يثبت الخيار للسليم منهما. نعم. وقروح سيالة في فرج، أو يكون في فرج المرأة قروح سيالة يعني يخرج منها الصديد أو يخرج منها ماء، فهذه عيب في المرأة لأنها تقدر على الزوج الاستمتاع بها. نعم. وباسور وناصور، والباسور والناصور هو مرض يكون في الفرج معروف، فإذا وجد بها الباسور أو الناصور فللزوج الخيار بين الإمضاء والفسخ لأنه يتأذى بذلك. نعم. وخصاء وسل، خصاء في الزوج يعني تقطع خصيتاه أو تسل الخصيتان سلا بدون قطع أو ترض رضا، كل هذا نوع من الوجاء، نوع من الوجاء، لأنه إذا ذهبت الخصيتان أو ذهبت خاصيتهما فإنه تفقد الشهوة. نعم. قال وخصاء وسل ووجاء، كل هذه في الخصيتين، كلها في الخصيتين، الخصاء هو قطع الخصيتين والسل هو إخراج الخصيتين بدون قطع، تسل الخصيتان ويبقى الجلد، جلد الخصيتين. والرض تبقى الخصيتان والجلد لكن ترض العروق بحيث يتعطل مفعول الخصيتين. نعم. وكون أحدهما، قال ووجاء، الوجاء هو الخطأ. نفسه. نعم. لا هو الرض. وكون أحدهما خنثى واضحة. نعم. ومن العيوب كون أحدهما خنثا واضحا، كون أحدهما خنثا واضحا، واضحا يعني فيه علامات رجولة وعلامات الأنوثة، لكن ظهر فيه إما أنه ذكر وإما أنه أنثى مع بقاء العلامات الأخرى، فهذا عيب يقزز الزوج الآخر منه، ويخرج بذلك، يخرج بالخنثى الواضح الخنثى المشكل، هذا سبق أنه لا يتزوج ولا يزوج ما دام مشكلا، هذا من سبق في المحرمات في النكاح ما دام مشكلا، لكن إذا اتضح أنه ذكر أو اتضح أنه أنثى فجاء وتزوجها على أنها أنثى سليمة فتبين أنها خنثى واضح فله الخيار، أو العكس هي تزوجته على أنه رجل سليم فوجدته خنثا واضحا يعني فيه آلات الأنثى فلها الخيار في ذلك. نعم. وجنون ولو ساعة. نعم. ومن العيوب المشتركة بين الزوجين الجنون، فإذا كان أحدهما مجنونا فللسليم منهما الخيار، لأن الجنون ينفر السليم، ولو كان ساعة يعني ولو كان الجنون ليس مستديما وإنما هو يأتي ويذهب، فإذا كان مطبقا فهذا لا إشكال فيه، وإذا كان ليس مطبقا فهو أيضا يكدر على الزوج أو الزوجة حتى ولو جاء في ساعة. نعم. وبرص وجذام. نعم. ومن العيوب المشتركة البرص في أحدهما، والبرص مرض جلدي يجعل الجلد أبيض، وهو لا علاج له، ليس له علاج إلا ما أعطى الله عيسى عليه السلام من المعجزة في أنه يبرئ الأبرص، وإلا فإنه لا علاج له، فهو ينفر السليم من الأبرص، فإذا تزوج على أنه سليم تبين أنه أبرص
فله الخيار في ذلك لأنه ينفر. والجذام مرض يتساقط منه الأعضاء، يتساقط منه اللحم، هذا مرض. فإذا تزوج على أنه سليم وتبين أنه مجذوم فإن له الفسخ، هو أو هي. نعم. قال يثبت لكل واحد منهما الفسخ إزالة للضرر عنه، ولو ولأن الجذام والعياذ بالله مرض معدي، قال صلى الله عليه وسلم فر من المجذوم فرارك من الأسد. نعم. ولو حدث بعد العقد أو كان بالآخر عيب، لو كان حين العقد سليم ليس فيه شيء ثم حدث هذا المرض بعد العقد، حدث البرص أو حدث الجذام أو حدث استطلاق البول أو استطلاق النجو، فلمن كان سليما منهما له الخيار إزالة للضرر عنه. نعم. أو كان بالآخر عيب مثله، أو كان بالآخر عيب مثله، لو كان هي فيها جذام وهو فيه جذام، أو هو أبرص وهي برصة، فإن من لم يرضى له الخيار، لأنه قد يرضى الشيء في نفسه ولا يرضاه من الآخر. نعم. أي نعم. ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. نعم. هذه مسبقات الخيار في العيوب في النكاح، إذا رضي به، إذا رضي به سقط خياره، فلو طالب بعد ذلك ليس له الحق لأنه أسقط حقه، أو علم به عند العقد، علم به عند العقد وأقدم وهو يعلم هذا ليس له خيار. نعم. فإن رضي به، ومن رضي بالعيب أو وجدت منه دلالته مع علمه فلا خيار له. نعم. إذا كان يعلم إن فلانة برصة أو إن فيها جذاما، نعم، أو فيها عفل أو فتق أو قرن أو قروح سيئة، أو نعم، أو فيها قروح سيئة إلى آخره. نعم. إذا كان يعلم قبل العقد وأقدم تزوج أحدهما بالآخر وهو يعلم وجود هذه العيوب فيه، فهذه علامة على الرضا، دليل على الرضا. نعم. قال فلا خيار له، ولا ولا يتم فسخ أحدهما إلا بحاكم. في جميع الأحوال نحن قلنا في كل صورة له الخيار، له الخيار، له الخيار. نعم. لكن لا يفسخ النكاح هو، وإنما يرجع به إلى الحاكم، هو الذي يفسخ العقد إذا ثبت المسوغ للفسخ، فإن الحاكم يفسخه. نعم. إزالة للنزاع. نعم. وإن لم يكن هناك نزاع حيث اتفق الزوجان على الفسخ طلاق، إذا اتفق فلا حرج، لكن إذا كان الآخر يمانع، يمانع في الفسخ، فلا يزيل الممانعة إلا الحاكم. نعم. فإن كان قبل الدخول فلا مهر، فإن تم الفسخ لعيب من العيوب السابقة قبل الدخول فليس لها شيء عليه. نعم. وبعده لها المسمى، وبعد الدخول يكون لها المسمى بما استحل من فرجها. نعم. ويرجع به على الغار إن وجد، إذا أخذ منه المهر بعد الدخول وفسخ النكاح فإنه يرجع على من غره إن كان مغرورا بها ومخدوعا بها. نعم. أحسن الله إليكم. قال والصغيرة والمجنونة والأمة لا تزوج واحدة منهن بمعيب. نعم. الصغيرة والمجنونة والأمة يعني كل من ليس لها اختيار وإنما يزوجها وليها بدون اختيارها لها الخيار، لا تزوج بمن فيه عيب، لا يجوز لوليها أن يزوجها بمن فيه عيب، لأن هذا غش لها، وهذا ضرر عليها، فلا يجوز له ذلك. نعم. فإن رضيت الكبيرة مجبوبا أو عنينا لم تمنع. نعم. أما الكبيرة العاقلة فإذا رضيت بمن فيه العيب كالمجبوب والعنين إلى آخر العيوب التي في الزوج، ورضيت بها وهي كبيرة عاقلة،
فلا مانع من ذلك لأنها اختارت هذا وأسقطت حقها. نعم. قال لم تمنع بل من مجنون ومجذوم وأبرص. بل تمنع من ولو كانت كبيرة عاقلة تمنع من الزواج بالمجنون لما في ذلك من الضرر عليها وعلى أهلها. نعم. ومجذوم وأبرص. ومجذوم لأن الجذام يتعدى إلى الأولاد، لأن الجذام مرض وراثي تعدى إلى الأولاد، فتمنع من الزواج به ولو كانت كبيرة وراضية. نعم. وأبرص كذلك لأن هذا يتعدى إلى الأولاد ويكون وراثيا. نعم. ومتى علمت العيب أو حدث به لم يجبرها وليها على الفسخ؟ نعم، إذا علمت بالعيب بعد الزواج، إذا علمت بالعيب بعد الزواج أو رضيت به فلا يجبرها وليها على الفسخ لأن الحق لها. نعم. أحسن الله إليكم وجزاكم خيرا. مستمعين الكرام، إلى هنا نأتي إلى نهاية هذه الحلقة في شرح زاد المستقنع في اختصار المقنع لفضيلة الشيخ صالح الفوزان. شكر الله لشيخنا ما تكرم به من الشرح والبيان، وشكر لكم حسن استماعكم، ونفعنا وإياكم بما نقول ونسمع. هذه في الختام تحية من مهندس الصوت زميلي عبد الله عريف، حتى نلقاكم في حلقة قادمة إن شاء الله. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.